يسعد مساكم جميع متابعين محلات الفرسان التسعة، فرع أمجد، فرع العروض، فرع التنزيلات. يسعد مساكم جميع. إلى جمهورنا الكريم، إلى جمهورنا الكريم، الليلة قلنا على اللايف مباشر حنبت في هذا اللايف المباشر من مقلب محلات الفرسان التسعة، حنعلن عن جوائز وكله ربحان معنا في هذه الليلة. يلا وين متابعين الفرسان التسعة فرع أمجد؟ طبعا متابعينا الليلة على اللايف مباشر، ولأول مرة عبر اللايف مباشر حنعلن عن أسماء رابحين ورابحات لهذه الليلة. يلا الكل معنا ربحان في هذه الليلة. يلا كمان بدنا اللايف يولع نار الليلة. الليلة زي ما قلنا لكم في رابحين وفي رابحات. اهلا وسهلا فيكم جميعا في هذا اللايف. طبعا في هذا اللايف مليء بالمفاجآت والهدايا الاثنين سويا. يلا وين المتابعين؟ وين بدنا نحرق اللايف الليلة، بدنا اللايف يولع نار الليلة. قلنا لكم على اللايف مباشر ولأول مرة في قطاع غزة الليلة، ولأول مرة في قطاع غزة هنولع اللايف. ورقم اثنين متابعين الفرسان التسعة مليء هذا الليلة بالهدايا. يلا متابعينا بدنا نطلع في اللايف الليلة، بيستحق الرؤية. هذا اللايف مباشر من محلات الفرسان التسعة فرع أمجد. هذه متابعين الفرسان التسعة، هذا اللايف. هذا قيمه هذا رزو هيك، لفوا رزو هيك. يسعد مساكم متابعينا. طبعا هذه مفاجأة من إحدى مفاجآتنا لهذا الموسم الذي تبث عبر هذا اللايف مباشر. مفاجآت حضرت لها، قام فريق العمل بالتحضير إلها. هذه الترنجات بعشرة شيكل يوم غد. طبعا في محلات الفرسان التسعة سويد النصر ترنجات بعشرة شيكل، الحريمي جميع أنواعها. الليلة على اللايف مباشر ولأول مرة بجماعة التركم من 30 إلى 10. أهلا وسهلا بكم جميعا معنا 70 عائلة على اللايف من 30 ولا زال الفرسان يحلق غدا بس بعشرة شيكل غدا داخل محلات الفرسان، مو الفرسان التسعة، مو الفرع أمجد، بس بعشرة شيكل هذه عبر الشاشة داخل مول أمجد ولأول مرة في قطاع غزة بس بعشرة شيكل. طبعا بس بعشرة شيكل يا شباب، يا متهيئ طاقم العمل يقوم باختيار اول جائزة لاول فائز عندنا بعد هذا العرض مباشرة بدنا نختار فائزة. الكل معنا، بدنا نولع الفلايف، بدنا يوصل 100 لا بدنا يوصل بقولوا 80 وبعدين حنختار فائزة. يلا عرض بعشرة شيكل بعشرة شيكل ولأول مرة في غزة بعشرة شيكل ولأول مرة في قطاع غزة عبر اللايف مباشرة ترنجات ولأول مرة في قطاع غزة. قلنا على التمانين حنبدأ بس بعشرة شيكل. هذه الترنجات من داخل محلات الفرسان التسعة سويد النصر بعشرة شيكل. أيوة بس بعشرة شيكل داخل الفرسان التسعة متابعين الفرسان التسعة. مفاجأة أكبر، لا زال هذا بكم بعشرة شيكل الفرسان بس بعشرة. في الليلة ليلة التميز، ليلة الامتياز، مفاجأة من العيار الثقيل الفرسان التسعة، هذا بعشرة شيكل. طبعا آلاف الموديلات تبث بس على عشرة شيكل بعشرة شيكل هيها الموديلات.
بكره هنستقبلكم ب10 شيكل كل هذه الترنجات. هذا كمان كله 10 شيكل، الكورترول ب10 شيكل. طبعا احنا لسه لا زالت العروض ولا زال الفرسان، قلنا على 80 حنطلع اول هديه. يلا يلا كله يشارك هالقيت، كله بلا استثناء. يسعد مساكم. لسه احنا ما بتناش البات، هذه نبدا قصيره عن البات. يلا يا محمود اطلع لي في الترنجات، ترنجات الولادي. يلا بكم هذه الترنجات؟ فردها كلها، كل الموديلات. فرد لي كل الموديلات. خلصت انت؟ فرد لي كل الموديلات. هذه الترنجات التي تبث عبر الشاشة الآن يوم غد ولأول مرة في غزة. بكم؟ ب10 شيكل. ب10 شيكل، عرض لي كل الموديلات. غدا بس ب10 شيكل. ب10 شيكل عرض لكل الموديلات عبر الشاشه الان، ترنجات من افخم الموديلات. اوبا 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 بس ب10 داخل مول الفرسان، داخل المول يعني بس ب10 شيكل. مين هذا اللي حاطه في المول؟ كله ب10 شيكل. ب10 شيكل متابعين الفرسان التسعه، الحق حالك واركب الصاروخ على مول الفرسان. مو الفرع امجد، مو العروضات بس ب10، بس ب10 لسه. افرد ب10 شيكل هذه الترنجات اللي الان في من داخل فرع الفرسان التسعه سويد النصر. بنبت لكم فرع امجد ب10 شيكل هذه الترنجات. ب10 شيكل بس ب10 شيكل. ترنج سبورت بدل 15 بكم؟ غدا ب10 شيكل. افرد لي كل الموديلات ابو العشرة. غدا سكرينجل سبورت ب10 شيكل. غدا بس ب10 ب10 شيكل من داخل محلات الفرسان التسعة سويد النصر. فرح امجد بس ب10 بلبس من سن 3 سنين لحد 13 سنة. الترنجات اصبحت فيما يتناول الايدي لليلة. ب10 شيكل. كل هذه الموديلات يا الله، كل هذه الموديلات ب10. والله ب10 شيكل. ترنج المايك، ترنج الولاد المايك ب10 شيكل. ترنج الرياضة ب10 شيكل. عمر من 4 سنين لحد 16 سنة. يلا 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 ب10 شيكل. من مول الفرسان بس ب10 شيكل. ب10 شيكل الترنجات. أي ترنج ولادي داخل مول الفرسان بس ب10 شيكل. ترنجات ولادي مايك. الليلة ليلة غير، قلنا الليلة حنميزها بعروضنا، حنقوي العروض، حنميز العروض. اكتب رقم الجوال. بس ب10 شيكل. بس ب10 شيكل. يا عمي وين المدفع وال تخي المدفع والرشاش جاهز يا زلمة؟ ب10 شيكل. علي علي بس. ب10 شيكل. لا هذا لا. يلا اضرب 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 لليلة. هذا الترينج مميز، الديل مبطن ب10 شيكل. اوبا 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 ب10 شيكل. احرق والريح تصيح، اضرب يا حامد دار. بكرة حملة الدمار ب10 شيكل. 85 على الباب. معزومين على حملة ب10. واضح واضح الباب. أكيد. ب10 شيكل. اضرب اضرب اضرب، خش انا اسمعه. يلا 90 عائله معنا، 100 صار 100. يلا بكم هذا الترينج؟ ب10 اضرب 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 والريح تصيح. ب10 شيكل. هذه الترنجات فرح امجد. طلعي 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 كم من موديل؟ 1000 موديل ب10 شيكل. 1000 موديل لدى الفرسان الان ب10 شيكل. طلعي طلعي كوكتيل كوكتيل. موديلات عبر الشاشه الان تبات. طلعي 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 كم من موديل الان. الفرسان الكلمه الان للفرسان، الكلمه الان للفرسان. طلع الموديلات. دمار بكره الدمار. ب10 شيكل اي ترينج، اي ترينج عبر الشاشه ب10 شيكل. طلع طلع طلع
يلا وين أكم من موديل يا ناس؟ ألف 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 موديل أو أكثر، هيها تداع عبد الشاشة بعشرة شيكل، كل هذا بعشرة شيكل. متابعينا متابعين الفرسان التسعة، لا زال في جعبتنا بلالي بترنج بأربعة شيكل عشان البت يعلى، كمان بدنا البت يعلى بأربعة شيكل حننزل ترنج هالجيل. يلا يلا ترنج بناتي بأربعة شيكل، فرجيني اياه يلا. ايوه يا صبايا ايوه، كل يعمل وين متابعين الفرسان التسعة عشان نعلن عن اول جائزة. الليلة ليلة غير، الليلة ليلة غير، قلنا بعشرة شيكل. دير بالكم الترنجات الولادة حتكون يوم غد في مهرجان الأول، وقلنا لكم حتى اللي راح يجاش على الباد هذه الترنجات الحريمة جميعها جميعها بعشرة شيكل. هلقيت حنطلع بباد في الترنجات أبو الأربعة شيكل، بأربعة شيكل حنطلع. يلا ترنج بناتي بكم هذا؟ بكم هذا؟ بلبس من ايش؟ من ثلاث سنين لصف اول، بكم؟ أربعة شيكل يا معلم. وقتها وقتها بأربعة شيكل حيكون، أربعة شيكل بأربعة شيكل كل الألوان بأربعة شيكل، أربعة شيكل أربعة شيكل ترنجات بأربعة شيكل عبر اللايف مباشرة ولأول مرة في قطاع غزة بأربعة شيكل، بأربعة شيكل حيكون. محمود طالع بالترنجات، يلا الولا البنات الحريمي وايش بدنا. ايوه اطلع. ولاول مره الان المفاجاه الكبرى التي عبر اللايف مباشره ولاول مره في قطاع غزه ستبت عبر الشاشه، طبعا الكميه محدوده. لا جيبني هذا، جيبني هذا بعلف بلاطين، بلاطين الحريم، بلاطين الحريم. الان ستبت عبر هذه الشاشه الحمراء باذن الله عز وجل مفاجاه من العيار الثقيل. هذا البنطلون اللي انباع بعشرة شيكل بكم يوم غد ولاول مره في غزه سيبت عبر الشاشة الحمراء فقط بثلاثة شيكل. اوبا 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 بثلاثة شيكل، ثلاثة شيكل حيكون. سنسميها اضرب والريح تصيح. هذا البنطلون مفاجأة من العيار الثقيل ولأول مرة في غزة فقط بثلاثة شيكل. عرض المضاد مع الفرسان، عرض المضاد لكل ضد في ضد. ولأول مرة في غزة ثلاثة شيكل، بنطلون نار نار ثلاثة شيكل، ثلاثة ثلاثة شيكل. بس بيقولوا بخمسة، لا الثلاثة الثلاثة مش بخمسة، بقول لك على البس بخمسة، بقول لا الثلاثة ثلاثة شيكل، ثلاثة شيكل. لا لا نضرب هذا عندنا بس موجود ثلاثة شيكل. طبعا حيكون معكم، حيكون معكم الان في ترنج ترنج بالذات الترنجات الشتوي، نظرا للاقبال الشديد على الترنجات الشتوي الحريمة حنكون معكم بالتفصيل. خش عادي يلا بعشرة بعشرة عندكم هنا بعشرة شيكل، اي ترنج حريمي بعشرة اليوم ولاول مرة عبر الشاشة. يلا يلا ايوه بعشرة شيكل ترنجات حريمي عبر البات. هاي لا افرد افرد هذا وقطيفة حريمي بعشرة شيكل، كاسات صغيرة وكبيرة. الجيوش صفوف وتعلى البيارك من دخلنا الحرب بعشرة شيكل بس بيادك، من دخلنا الحرب بطلنا البيارك. يا اخوات يا كل جمهورنا اللي على البت وعلى اللايف مباشرة اليوم، بعد اذنك شوية بعد اذنك خليك خليك خليك, خليك, خليك. اليوم حنعلن عن مفاجأة للشباب والمحير، في مفاجأة في خلال هذا البات، خليكم معنا لسه متواصلين معكم.
لسه احنا ما خلصناش، عندنا مفاجآت. هيها المفاجأة بس مش حنحكيها هالقيت، بس نخلص هذه مفاجآت. ترنقات رجالي، مفاجآت ترنقات الرجالي، نزفها لليلة. ترنقات الرجالي عبر هذا اللايف، ولأول مرة في قطاع غزة عبر هذا اللايف سنفجر مفاجأة من العيار الثقيل. ترنقات الرجالي قلنا لكم، عددنا لكم بإذن الله عز وجل. ترنقات الرجالي هتكون في متناول الأيدي، سنكسر هذا الحصار بإذن الله عز وجل مع الناس. يعني الرجال حيكون زي الحريم متناول الأيدي بإذن الله. ظلكم معنا على الثبات، لسه في مفاجآت. شباب اختاروا لنا حدا نفوزه، اختاروا لنا حدا نفوزه، ما ينفعش هيك. يلا غازي اختار يا غازي. يلا 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 على الترنجات من العصر. هاش جاهز حضروا الاطفال ودوا حق جنايز. اسال المجد الحريم اليوم في عصر سيك. بكم 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 يا الميكي؟ اعمل سكرين شوت ب 10 شيكل. بس ب 10 شيكل طبعا، الوان ومقاسات كبيره وكبيره، بس ب 10 شيكل. اضرب يا ابراهيم اضرب. هذا اللي باع ب 20 ب 10 فش ب 20 بعشرة بعشرة، ولأول مرة في غزة طبعا. يوم غد بإذن الله عز وجل سيكون مهرجان، ونؤكد عبر هذا اللايف. عبر هذا اللايف ايش بدنا نؤكد؟ لسه 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 لا، بدنا نأكد حاجة. 80 80 على اللايف. معنا على 80 احنا قلنا بدنا ب 10 شيكل، ب 10 شيكل، ب 10 شيكل، ب 10 شيكل. هدي البنطلون بلبس 7 اكسترا. هاي اللي بقول لك اللمعه، ابو اللمعه يا ابو اللمعه يا ابو لمعه، ابو لمعه ب 10. هذا الترنج الطويل ب 10، وهذا الترنج ب 10، كل الترنجات ب 10. اسمع خربها، هات السبورت، هات السبورت، يلا من نخربها. ايوه ب 10، يعني الميكي ب 10 ولا مع ب 10. طلع لي كم من ترنج رجالي عشان نقول لهم بالرجاله بقى. برضه ب 10 شيكل بالوانه، ب 10 شيكل. اللي بدور على المقاس الكبير تيجي هنا، بس ب 10 ترنجات الحريمه الداخلي اللي بدها المقاس كبير. ايوه نوه لنا لحاجه مهمه ابراهيم، مقاس كبير الحريمي. ايوه فرجيهم المقاس الكبير شوي شوي. بس ب 10 شيكل، ب 10 شيكل، بس ب 10 شيكل. هذا الترنج الداخل الحريمي بس ب 10 شيكل. طبعا الالوان في لا الرجالي الرجالي ترنج الرجالي مفاجاه لليله، كانت مفاجأة معكم في الليلة عبر اللايف. في مفاجأة قلنا كما نبشركم فرح أمجد دائما بليل الدمار وغدا المهرجان. يعني الليلة دمار وغدا المهرجان لأول مرة. دمار في الأسعار ومهرجان على الأسعار، اثنين في آن واحد. دمار في الأسعار ومهرجان على الأسعار، اثنين في آن واحد. الليلة جمعناهم أمجاد للمستحيل، مستحيل فشة غلابة. دمار فرع الكل يلبس، الكل يلبس مع فرع أمجاد. غازي 90 على اللايف لسه، أكيد خليهم 100. الرجال راح يصيروا على 100 عرض. الرجال هذا الترنج اللي انباع ب 30 وب 25، اللي انباع ب 25 وب 30 وعملوا عرض عليه ب 20 مع فرع أمجاد. لا للمستحيل غدت دمر دمر. هيكون الترنج رجالي ملبس من ميديم لعين اكسيل لارج فقط ب 15 شيكل. اوبا 15 شيكل الترنج الرجالي، ولأول مرة في غزة
عبر لايف المباشر، عبر البث المباشر طبعا. عبر اللايف وبكم؟ ب15 بطاقية ومن غير طاقية كمان طبعا. هاي بدنا نقول لكم الكمية كترة. الكمية ما موجودة بكثرة. أنا بقول بس من حوزة محمد اللي بده مقاسات احنا بنفتح الساعة 8 وصلت المعلومة. على 8 بنفتح احنا غدا ترنج الرجالة ابو الثلاثين مش بعشرين ب15 اكبر هدية لجميع متابعين الفرسان التسعة طبعا. هاي الترنجات من داخل المحل. هذا الرجالة ب15 شيكل، اكثر من 20 موديل 15 شيكل، في بطاقية وفي من غير طاقية طبعا. الفرسان مفاجآت، لسه في مفاجآت كثيرة معنا ما دام زي ما بنقول دائما، ما دام فرع أمجد موجود دامت العروض لكم جميعا. طلع لي في الترنج لكم جميعا سبايدر مان. يلا سبايدر مان بعشرة هذا قلنا انا عرفت الحريم زي ما قلنا لكم عشرة 85 خلص الطريقة تذكر بس مع انه عنده قديش الليلة ليلة الدمار. بنأكد البلاي الزايلة موجودة والعرض هو هو عليها سين. يلا ترنج حقيت معكم الآن أبو كمامة. إذا جاء إليكم مهند فاعلموا أن المفاجأة كبرى. أضرب افرد الالوان يا مهند. يلا المقاسات محيره بلبس من صف التنويع من صف اول لحد صف خامس ورابع. باسف سبعة شيكل. الله عليك يا فرسان. قلنا ما دام فرع مهند، ما دام فرع امجد موجود دامت العروض. دامت العروض. بكم مهند؟ يوم عندنا عروض. كرر العرض بكم الساعة؟ سبعة شيكل. الليلة دمار وغدا المهرجان. سبعة شيكل حيكون. بكرة زيزان أسعار فرع امجد. طبعا بننوه. بكرة برضه عروض على الصيف زي ما بنقول لكم. محل صيفي كامل لتجهيز العرايس. موجود غدا عروض بجمال صيف بتبدا باربع شيكل. بجمال صيف هتبدا من اربع شيكل يا بلاش. يعني غازي بقول لكل متابعينا كل متابعينا يا محمد الكلمه ان يوم غد مهرجان وطبعا لكل وحده بتكسى عروس اسمها بكره. غازي احنا لا بدنا نقول بكره كلمه انا عروس كلمة على الباد. كل واحدة بتقول أنا عروس بدنا نربحها وتيجي تاخذ الهدية وتكسي من عنا. يلا يلا هلقيت كل واحدة بتكتب أنا عروس مواصلاتك مأمنة ذهابا وإيابا. اثنين إلك هدية. ثالثة سعرك هيكون غير عن الجميع. يعني مهرك بكفي وزيادة مع فرع أمجد. مهرك صار يكفي وزيادة. يلا هلقيت نبلش. أول واحدة بتقول أنا عروس لها هدية فخمة جدا. طيب هلقيتها طبعا هنسيبكم مع غازي ومحمود. ارجعونا في البات دقيقتين خمس دقائق تحملونا هيرجعوا لكم في ترنجات ابو ال 15 شيكل. يلا اعرضوا لي كل ترنجات ابو ال 15. متابع انا عريس بدنا العروسه. هات العروسه عندنا مرحبا بك. ترنج صبايا وتركي صبايا. هاي في ابو محمد قالت انا عروس. ام انس ودينا الترك ربحوا معانا. لا كل واحد كل واحدة بتيجي تكسي من عنا. تيجي تكسي بكرة إلى هدية أبو محمد. إلى هدية بكرة خلاص. أول ما تيجي تكسي من عنا إلى هدية. تعالي خذي هديتك واكسي من عنا. أنا قلت لهم هدية. لهم هدايا. لا وجودكم معنا هدايا.
والله وجودكم معنا متابعينا احسن متابعين هدية. يلا يرجع بعروض الدمار ترنقات الحريم يا ادم مع محمود. يلا يا محمود المهير التركي ابو ال 25 يا محمود بكم؟ داخل مو الفورسانين 9 فرق امجاد 15 بس ال 15 اوبا ترنقات المهير اللي عليها عرض ب 25 داخل فرق امجاد هتكون ب 15 شيكل. ايوه ايوه يا متابعين الفرسان غدا احنا بنفتح باب المحل الساعة 8 صباحا نعلن عن مهرجان بالاسعار ودمار لجميع التجار بس ال 15 شيكل عرض غدا بس ال 15 شيكل. طبعا طبعا متابعينا اللي بتقول انا عروس وفعلا بتكون عروس فعلا بتكون عروس لها اي ترنج بتنقيه من داخل المحل هدية تيجي تقسم من عندنا ولها اي ترنج بتختاره هديه بس ب 15 اي ترنج اوبا 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 بس ب 15 شيكل بانتظاركم غدا الساعه 8 صباحا بس ب 15 شيكل اي ترنج هنا حيكون يوم غدا ب 15 شيكل يعني ترنج المهير التركي ابو ال 30 هيكون بكام؟ ب 15 شيكل هذا يا محمود مقاساته بيك سايز طلع يا اختي هذا الترنج لحد 3 اكس 90 لحد الان يا زلمه عارف اكس لارج هذا لحد 3 اكس هذا اكس لارج في لحد 3 اكس لارج يعني البيك سايز البيك سايز بس 15 شيكل الكل يلبس مع فرع امجد بس الكل بيلبس مع فرع امجد بس 15 شيكل بنات الحية برضه اللي تلبس زي بنتها بس 15 شيكل بنتها اللي تلبس زيها بس 15 شيكل هل اصغر مجال كل الترنجات حتكون يوم غد بكم؟ ب 15 شيكل الفرسان فرع امجد بقول لك غدا مليء بالعروض ليله المفاجات ليله الدمار وليله الزلزال فجمات الرجال ايش حنعلن عن يوم غد مهرجان ترنجات الرجال حميزها ب 15 شيكل 15 شيكل ترنج الرجال ب 15 وحريم ب 10 والمهيره ابو التركي ب 15 يعني اسعار المجان مع الفرسان عروسه الى هديه طبعا كل ما يلزم الصيفي من صيفي للعرايس موجود داخل محلات الفرسان التسعه فرع امجد سويد النصر فرع امجد طبعا المواصلات اضرب هذا من بعشرة اصلا يلا هذا الترنج هذا العرض هيكون نهاية بس الليلة هيكون في قنبلة للجميع الترنج الحريم السبور الترنج حريم السبور مقاساته من ميديا ل 3 اكس لارج بدل 20 و15 و14 ب 10 شيكل اضرب وصريع الصيح اضرب ب 10 شيكل نقي اللون اعمل سكرين وتعال فلوس بكره ينضم الابيات والشعر احترام ب 10 شيكل الله عليك يا فرسان يا فرع امجد ب 10 شواكل اقرا ما بين السطور اقرا دمتم لنا متابعينا طبعا زي ما انتم شايفين هذا المحل مليء بالشتوى مليء بكل ما يلزم العروس وكل ما يلزم الناس من شتوى ترنجات عروض كله حيكون عروض هذه حتكون من داخل المحل طبعا باسعار رمزيه في المحل الاول الشارع والمحل الاخر الشارع اهلا وسهلا فيكم متابعينا دمتم لنا فخرا من خلف الشاشه الحمراء فرع امجد اي وحده بدها تجهز طبعا في عندنا محل كامل تم التجهيز له بكل ما يلزم العروس من صيفه تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.